على وقع إعلان عدد من الدول تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كوفيد-19 سريعة الانتشار، باشرت اللجنة الفنية التابعة لوزارة الصحة التواصل مع المنظمات الصحية لمتابعة ومراقبة آخر المستجدات المتعلقة بهذه السلالة الجديدة. نعم، مختصون أكدوا أن النسخة الجديدة من الفيروس لا يوجد دليل علمي على أنها أشد فتكا، ولفتوا إلى أنها لا تؤثر على فعالية اللقاحات ضد كوفيد-19. سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 تثير قلقا دوليا بعد ظهورها في عدة دول بعد بريطانيا، سببت حالة من القلق والهلع، خاصة أن هذه السلالة أكثر عدوى من السلالات الأخرى للفيروس. ومن جهتها، وزارة الصحة سارعت في التواصل مع المنظمات الصحية الدولية للوقوف على آخر المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة. احنا الحين في حالة استقرار وبائي إذا صح التعبير، لكن أيضا حالة التربص والاستعلام عن الأوضاع الوبائية حوالينا. احنا نحن لسنا بمعزل عن بقية العالم، وإذا كان في أي بوادر لعدم انحسار أو سوء الوضع الوبائي، فاحنا يعني إن شاء الله نتصدى له. هي ليست المرة الأولى التي تظهر فيها سلالات من الفيروس، إلا أن هذه السلالة تحمل طفرة جينية في البروتين الشوكي تمكنها من الالتصاق بالخلية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما مدى فاعلية اللقاحات ضد هذا الفيروس؟ عشان اللقاح لا يعمل، يجب أن يغير أو تغير الطفرة الوراثية في البروتين الشوكي، تغيرها بطريقة جذرية، لأن اللقاح ينتج أجسام مضادة مختلفة، والأجسام المضادة المختلفة هذه تؤثر على أجزاء مختلفة من البروتين الشوكي، فطفرة وراثية واحدة لن تحدث مشكلة بالنسبة للقاح. الفيروس الجديد سريع الانتشار، ولكن ليس أشد فتكا ولا تسبب في ارتفاع معدلات الوفيات. هذا ما رصدته المؤسسات العلمية البحثية في بريطانيا. في بريطانيا في كونسورتيوم، اللي هو مجموعة من المؤسسات العلمية، تقريبا 12 مؤسسة بينها تعاون للكشف الدوري، فمن فترة لفترة راح يكتشفون أن في طفرات وراثية، وهذا شيء طبيعي. الآن في دول أخرى مثل الهند ومثل المكسيك مثل البرازيل، عدد سكانها أضعاف بريطانيا، لم تسجل سلالات جديدة، لأن هذه الدول ما عندها النظام اللي يكشف السلالات. التقنيات المستخدمة في اللقاحات قابلة للتطوير والتغيير. الدراسات العلمية المؤكدة حاليا أن السلالة الجديدة لا تؤثر أبدا على فاعلية التطعيم. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.